أطلقت بطولة دوري مبادلة المجتمعية لكرة القدم، من خلال الشراكة اللي أطلقناها مع مجلس أبو ظبي الرياضي تم توسيع البطولة، فحاليا تشمل 40 فريق بدل ما كانت 16 فريق، وأكثر من 800 لاعب أيضا يشاركون في البطولة في مختلف أيامها. المنافسات بشكل أسبوعي مستمرة، كل فريق عنده مباراة أسبوعيا، وراح يستمرون إن شاء الله لمدة 7 شهور. احنا لحد الوقت لاعبين 8 ماتشات، كسبنا 7 وتعادلنا ماتش. يعني الكرة مكسب وخسارة، ممكن تلاقي الفريق زعلان، فريق متعصب، فريق راضي، بس الحمد لله كله في إطار الأخلاق، يعني مفيش حد بيخرج برا الأخلاق. كل واحد تابع منتخب الإمارات يتنافسون هنا بهدف اتباع نمط حياة صحي وتشجيع أنفسهم على ممارسة الرياضة. ملعب رقم 1 مش في أبو ظبي بس، ملعب رقم 1 على مستوى يعني أقول لك الشرق الأوسط كمان. وجود البطولة أنا أقول في ملعب رئيسي هذا يخلي الفرق كلها تشارك.